الاتحاد السكندري بنتيجة 4-1، وقتها كان يقود النادي الاتحاد السكندري حسام حسن في هذا اللقاء في الموسم قبل الماضي، موسم 2014-2015. كرة يستخلصها فريق المصري، اقتراب، محاولة دخول الشامي، ومحمد الشامي، محمد الشامي هو من يفتتح النتيجة. ها هو السافيولا حضر الآن ونجح في التسجيل مع الدقيقة 79، يضع هدف أول لمصلحة النادي المصري. البور سعيدي، اختراق، اقتحام سهل لمنطقة الجزاء، ضرب بها تكتل الدفاع الأحمر ويضع الكرة من فوق حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم لتعالق كرة الشباك ليوقع على سادس أهدافه. هو من سجل في مرمى طلائع الجيش ومرمى نصر للتعديل والمقاولون والداخلية وأسوان، وجاء الدور اليوم ليسجل سادس أهدافه وفي شباك من؟ في شباك الأهلي. فعلها من قبل حينما كان يلعب مع فريق إندي اللاعب محمد الشامي سافيولا، لكن الله على جمال التمريرة واللعبة الملعوبة في أعماق دفاعات الأهلي. هنا تمريرة عمرو موسى على ما يبدو، والاختراق السهل والمرور ليخرج الجمهور أهاته وتشجيعاته اتجاه الشامي، ولكن الصناعة كانت للسيد عبد العال. حتى نعطي كل لاعب حقه، حتى نعطي الحق لأصحابه. سيد عبد العال هو صاحب التمريرة، والشامي لم يتأخر في هذه المواقف، قادر على صناعة الفارق فسجل هدف مع الدقيقة 80، ولتصبح النتيجة هدف واحد دون رد ودون مقابل للمصري البورسعيدي على حساب الأهلي. تبديل ثالث قادم في الطريق. هنا فرحة جماهير المصري بهدف والقادم من فريق إندي على سبيل الإعارة. يسعى جاهدا حسام حسن ومجلس إدارة المصري للاستفادة بجودة اللاعب زميله الآخر عبد الله جمعة، ولكن صالح، أوه ها هو صالح، نعم أنا الآن سأتصالح مع المرمى مع الشباك، يسجل هدف التعادل. يا سلام يا صالح، يا سلام يا جمعة، يا سلام على صالح جمعة، يمسح أي دمعة. هو صالح جمعة قادر على مسح أي دمعة، نعم دموع الخسارة تحولت الآن ونجح في أن يمسح هذه الدموع من خلال كرة مسددة رائعة جميلة بعيدة عن يد حارس المرمى. بوسكا أسكنها أرضية قوية على يمينه مسجلا هدف التعادل مع الدقيقة 87 ليصلح الأوضاع. ها هو صالح، شوفوا ميدو جابر يلعب لكن خطأ من اللاعب محمد حمدي. صالح خطفها كالملقاط وعلى طول يلقط اللقطة الأولى ويسدد كرة قوية تمر على يمين بوسكا الذي حاول، ولكن محاولته فشلت في إبعاد الكرة والتصدي لتسكن على يمينه، زحفها أرضية سكنت بين ثنايا العشب الأخضر. ها هو صالح يعزف على أوتار المتعة والإثارة بفضل ما يمتلك بسرعة ولو حتى بقليل من المهارة. صالح رغم أنه غير حاضر اليوم بكامل قوته البدنية والمهارية إلا أنه سجل هدف التعادل. 1-1 النتيجة. خطأ لمصلحة المصري الآن. أمور رائعة، أجواء جميلة، كنا نتمنى أن نشاهد هذه الأهداف في الشوط الأول، ولكن كرة ثابتة على مسافة 25 ياردة ملعوبة للمصري، وكرة مسددة من السيد عبد العال لتمر إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق النادي الأهلي. أدي الخطأ محمد حمدي في هذه الأماكن على اللاعب المدافع أن يبعد الكرة إلى ركنية أو إلى تماس، ولكن في مكان لا يحتاج فيه أن يحتفظ بالكرة. صالح عمل تاكلينج، التقط الكرة وكأن قدمه فيها مغناطيس، ومن هذه الوضعية وكأن قدمه اليسرى مزودة ب خاصية البلوتوث، ولما يحب يجيب الجول على طول يضغط ويدوس وسجل الرابع أهدافه. هدفين في مرمى سموحة، هدف في مرمى إنبي، يسجل للمرة الثالثة على التوالي في ثالث مبارياته على التوالي مع الأهلي. بيكهام كرة من أولى لندفيد، ولكن هناك التحام، كرة إلى خارج الملعب، ولكن في صفارة ومع هذه الصفارة
بطاقة صفراء تشهر للاعب أحمد رمضان بكم لدخوله على أحمد.